سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد رصيد الفاكس على تطبيقكم. كام سكانر، نقوم بضغط هنا تطبيق كام سكانر. بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا. بالدبا سوف نقوم بضغط هنا. بعدها سوف نقوم بضغط هنا الحساب. سوف نقوم بضغط هنا الحساب. بعدها سوف نقوم بضغط هنا على رصيد الفاكس. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.